كيفاش وصلتي بالخبر انت يا شنو قالوك بان كاين شي دخول ولا ديال عطاوليا في التليفون قال لي راه طارق داكشي عليا فيها العافيه فاش جيت لقيت بنتي تحاربت صوتات ما لقى في الترجمه تضحك شنو كطلب شنو الرساله ديالك يا بنتي واش غادي نطلب غادي نطلب الله نطلب الله يغفر لي يا طلب قلتي راه ضاعت الله يرحمها الله يرحمها سعيد قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.